بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم، انطلاقاتنا مستمرة والتحديات أيضا متواجدة هنا على أرضية هذا الميدان. ثالث أشواطنا ينطلق خصوصا للفئة الإبكار. نسير وياكم أيها الحفل الكريم متابعينا الأعزاء مع القيادة مع الخماسية في مقدمة هذا الشوط، سريعا نحو المركز الأول. كورات وسالم بن حمد الوهيبي من ينطلق مع المركز الأول. المركز الثاني شواهين حمد بن غدي الوهيبي. المركز الثالث أيضا معركة وأيضا متواجد هناك بشعار محمد بن ناصر الدويكي مع شواهين. والمركز الرابع معركة على المركز الرابع صالح بن حمد المحاربي. والمركز الخامس القدوم والتقدم في هذه اللحظات بشعار علي بن سعيد المالكي. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى المتقدمة أيها الحفل الكريم. أعود إلى مقدمة الشوط، بنشطيط نحو المركز الأول من ينطلق مع كورات. سالم بن حمد بنشطيط الوهيبي من ينطلق مع المركز الأول نحو الصدارة نحو المركز الأول. لكن الشاهنية حمد بن غدير الوهيبي من ينطلق مع المركز الثاني يغير إلى المركز الأول، لكن معركة من الجانب الآخر وبقيادة صالح بن حمد المحاربي. ولكن المركز الخامس والرابع بشعار حمدان بن سالم بالقاع، لكن راح بن غدير مع المركز الاول منطلقا نحو الناموس والانتصار الجميل. هذه معي ايضا مع المركز الاول. يا سلام، شوف بن غدير ونوعياته الجميله ونوعياته المميزه. شواهين حمد بن غدير الوهيبي من ينطلق مع المركز الاول منطلقا نحو الناموس والانتصار بهذه النهايه الجنونيه. ما شاء الله تبارك الله، سلاله سكر العاصفه اللي انطلقت مع الصدارة مع المركز الأول. يا سلام، تهانينا والناموس الحمد بن غدير الوهيبي منفردا مع سلالة سكر العاصفة. المركز الثاني حمدان بن سالم الوهيبي. المركز الثالث شودة محمد بن ناصر بن سالم المالكي. دقيقتين وعشر هو التوقيت الزمني. تهانينا والناموس الحمد بن غدير الوهيبي منتهي.